مقعد شاغر في المحكمة العليا الأمريكية أشعل خلافاً بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الديمقراطي والجمهوري. آمي كوني باريت حظيت بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لتعيينها بمنصب قاضية في المحكمة الأمريكية العليا لتخلف عميدة القضاة بالمحكمة العليا روث بادر جينسبرغ التي توفيت قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر. ترامب سارع إلى ترشيح باريت لتولي المنصب وسط معارضة الديمقراطيين. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. باريت أصبحت أصغر قاضية في تاريخ المحكمة وخامس امرأة تتولى المنصب الرفيع وأول امرأة في المحكمة لديها أطفال لا يزالون في مقاعد التعليم المدرسي. وهنا يطرح سؤال: لماذا يعتبر قرار ملء الكرسي الشاغر أساسياً لكلا الحزبين؟ تلعب المحكمة العليا دوراً هاماً في البت بقضايا وملفات حساسة يختلف بشأنها الديمقراطيون والجمهوريون، كملف الإجهاض وتشريعات بيئية وسلطات الرئاسة وحقوق المثليين، بل والفصل في الخلافات على نتائج الانتخابات الرئاسية. تعتبر المحكمة أعلى جهة قضائية في الولايات المتحدة، أنشئت عام 1789 وهي الوصي والمفسر الأول للدستور الأمريكي. أما قرار المحكمة العليا فنهائي ويطبق على جميع المحاكم الفيدرالية على مستوى الولايات كافة. وكان للمحكمة الكلمة الفصل في النزاع الذي حدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن. وقضت المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة فلوريدا الفيدرالية بوقف الفرز اليدوي للأصوات في الولاية بعد اختلاف في تفسير النصوص القانونية. وقد حسم قرار المحكمة مسألة الفائز بأصوات المجمع الانتخابي حيث حصل بوش على 271 صوتاً لإعلان فوزه. وتتكون المحكمة العليا الأمريكية من رئيس وثمانية قضاة معاونين يعينهم الرئيس الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ. لماذا يخشى الديمقراطيون اختيار أمي؟ خضعت مرشحة ترامب لاستجواب مكثف في جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ، وواجهها الديمقراطيون بوابل من الأسئلة عن آرائها الخاصة في عدد من القضايا. باريت أكدت أن منصبها المستقبلي لن يعكس أي رأي شخصي، وقراراتها القضائية ستكون مبنية على الدستور الأمريكي وقوانينه. الديمقراطيون يخشون من معارضة باريت لعدد من القوانين، من أبرزها برنامج الرعاية الصحية أوباما كير وقوانين الإجهاض. وبرأيهم كلما زاد عدد القضاة المحافظين الذين يميل الجمهوريون لتعيينهم فإن هذا قد يساهم في تعزيز القضايا التي يميل إليها المحافظون. وفي مقابل 3 من القضاة الذين يميلون لصالح الليبراليين هناك 6 قضاة يميلون لصالح الجمهوريين. ما يزيد من احتدام الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين هو طول بقاء القاضي في منصبه، ما يعني نفاذ قرارات المحكمة لعقد على الأقل. فمنذ إنشاء المحكمة يتم تعيين قاض جديد من قبل الرئيس كل 2 تقريباً، وعمل القضاة في المتوسط حوالي 15 عاماً، لكن البعض يخدم لفترة أطول. ولا يمكن عزل القاضي من منصبه إلا إذا ثبتت إدانته بالخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم الكبرى. أزمة تعيين القضاة ليست جديدة على المشهد الأمريكي، فقد أوقفت الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ عام 2016 اختيار الرئيس السابق باراك أوباما احتجاجاً على قصر المدة المتبقية في فترته الرئاسية. وقد اختار أوباما القاضي ميريك جارلاند خلفاً للراحل أنتونين ساكاليا، لكن بسبب حصول الجمهوريين على أغلبية مجلس الشيوخ آنذاك تم رفض ترشيح الرئيس الديمقراطي.
ظل مقعد ساكاليا شاغراً إلى أن قام ترامب بتعيين القاضي المحافظ نيل جورسوش في 31 من يناير عام 2017. ومع هذا كله، هل يؤثر تعيين ترامب على الانتخابات؟ تنقسم آراء المراقبين في هذا الصدد، فبينما يرى البعض أنها ستقف في صف ترامب، يرى آخرون أن فائدتها ستنعكس لصالح بايدن. فتعيين ترامب لقاضي محافظ قد يفقد الرئيس الأمريكي أصوات المطالبين بحق الإجهاض، أو أولئك الذين لا يرغبون بانتهاء برنامج أوباما كير مثلاً. لكن في الوقت ذاته، قد يساهم اختيار ترامب في جذب أصوات الجمهوريين.